يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته وحضوره حفل تكريم كوكبة من المعلمين والمدارس المتميزة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم للعام الدراسي 2022-2023، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم غد الاثنين 20 من شوال لعام 1445 من الهجرة الموافق 29 من أبريل 2024 ميلادية على مسرح المغفور له الشيخ عبد الله الجابر الصباح في جامعة عبد الله السالم بمنطقة الشويخ.